العشرات من المشاريع المتلكئة في قضاء الزوراء في بغداد، ومنها شارع 77. أكثر من 60 مليار دينار صرفت على هذه المشاريع التي يفترض أن يبدأ العمل فيها منذ سنوات طويلة، لكنها لم ترى النور حتى اليوم. ال 66 مليار من 2018 لحد الآن، يعني احنا حسبنا حسابنا، لأن احنا نعرف وين وصلت المشاريع وشلون اجت، مو بس التبليط. المشاريع مثل المي، الكهرباء، المدارس، المهم عرفت شلون، الخدمات، باقي الخدمات، عندنا بس مشروع مي جايب 11 مليار، والحمد لله المناطق ما بيها مي. هذا الشارع بالنسبة إلي، هذا الشارع يعتبر واجهة بغداد، مدخل بغداد، يعني اللي يجيك من كركوك واللي يجيك من الموصل واللي يجيك من ديالى واللي يجيك من تعتبر بوابة بغداد. يعني شو هسه عندنا بوابة تاجي من تدخل، هذا بوابة بغداد، يعني المفروض يدخل يشوف جمال المنطقة، احنا اللي يدخل هنا يقول بعد ما طب بهاي المنطقة. وما إن يبدأ العمل بمشروع في هذه المنطقة حتى يتوقف بعد أيام أو شهور قليلة، والسبب كما يؤكد أهالي المنطقة والناشطون هو الفساد المستشري في مؤسسات البلاد وعلى رأسها أمانة بغداد. صرفوا تقريبا آخر إحصائية اللي عندنا إحنا وعندنا معلومة من إدارة المشاريع هي صارت 9 مليارات، وأيضا صرفوا أمانة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صار خلاف بين وزارة الكهرباء وأمانة بغداد دائرة المشاريع بسبب القابلوات الكهرباء واللي حفر واللي تبليط، وهذا صار خلاف قوي بيناتهم ودخلوا النواب وصرفوا 5 مليارات، 3 للمعامل ومليارين للرستمية. هاي الثلاثة هي عملها رفع القابلوات من حوض الشارع لخارج الحوض، والحمد لله وشكرا ميلمان رفعان، والتسع مليارات راحت. كذلك تلعب التهديدات وعمليات الابتزاز التي تضغط من خلالها الميليشيات على المقاولين وتضع العراقيل أمامهم دورا كبيرا في توقف وتلكؤ المشاريع، وهذا ما حصل بحسب أهالي القضاء في مشروع شارع 77، ناهيك عن هيمنة بعض الأحزاب على المشاريع بالتواطؤ مع أمانة بغداد. حتى الجهات الأمنية أيضا مقصرة، ليس فقط الجهات التنفيذية أو الجهات الرقابية، الجهات الأمنية أيضا مقصرة، لأن ما تقدر تساعد المقاول بأن يشرف إشراف مباشر، لأن هناك جهات تبتز المقاول، وهذا يعتبر خلل أمني. لما يجي المقاول ما يقدر هو يجي، راح يتحول المقاول إلى مقاول ثانوي، إلها مصلحة بتأخير المشروع حتى من تجي انتخابات يتحول هذا المشروع إلى دعاية انتخابية، إنه إحنا راح سوف وسوف وسوف، ويتحول إلى وعود، والناس على بساطتها وعلى طيبتها تصدق اللي يقوله يجي المسؤول أو المرشح. شارع 77 في قضاء الزوراء في بغداد أحد المشاريع الخدمية الحيوية التي طال انتظار أهالي القضاء له، فالشارع يشكل عقدة وصل مع العديد من المحافظات، وإنجازه يبعد عن أهالي القضاء الكثير من مشقات الحياة.